السلام عليكم. نحن الآن في النرويج مع دليل السياحي الفيلسوف كاوا عثماني، معروف هو قبل أهل أبريو كريستيانسون ومالطا ورئيس هذه المقاطعات وأوسلو كمان. اليوم دليل سياحي في النرويج. ماذا تقول عن النرويج وهذه البحر الذي نحن الآن فيه وفي هذه الجزر؟ هذه بحر لا يكفي، من قبل زمان لم يكن بحرا هنا. كان ايش وكان هنا؟ هنا كان يسمى وادي القراصنة. وادي القراصنة. نعم. وما هذه المناطق؟ هذه انه فيلل على الشاطئ. على مين؟ على الشاطئ. نعم. وهذا هو الفرس، هل ترى الحصان؟ نعم انني اراها يا اخي. ها هو الحصان، كان حصان يستعمله صلاح الدين الايوبي. ايوه نعم نعم. في حروب الصليبيين. الله يحميك الله يحميك يا أخي. وما هذه المناطق الجبالية يا كاوا الذي نحن الآن فيه؟ هذه مناطق يقع في غرب شمال السودان، ولكن الآن اسمه جبال النرويج. اسمه جبال النرويج. وأنا عرفت في هذه حجر إنها حجر من بلاد الصومال. هي نعم. أثار صومالية. نعم أثار. ماذا يفعل بالنرويج أثار صومالية؟ أثار صومالية هو كذلك أثار البشري، يعني كله كمان يعني بني ادم. والارتيرين ماذا يفعلون؟ سمعتهم في جزيره تجرينيا، اريتي هذه اللغه التجرينيه. نعم انه قصصهم سخينه سخينه. نعم. وماذا هذا يفعل هذه الاولاد هنا يا ترى؟ هذا كله انه يعملون يلعبون. نعم. الله. ماذا تفعل انت يا اخي في هذه البلاد؟ انت عربي ولا نرويجي؟ هل جزيره جزيره العرب طلعت؟ نعم. جزيرة العرب. فهو أنا والدليل السياحي كاوا، وأنا السائح كالسياح بين السياح. أحلى معلم كاوا، الشوفير اليخت، وهذا المهرب اللعين الذي هرب كل اللاجئين. جق 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 جق. كم قافلة اللاجئين هربته أخي؟ بالآلاف. بالآلاف القافلات. ها؟ نعم. كان يسير. ها؟ نعم. من تركيا إلى يونان. القافلة تمشي والكلاب تنبح. القافلة تنبح والكلاب تمشي يا أخي. والكلاب تسير.